ايه الكلام ده؟ حضرتك تقصد ورق العربيات اللي اتباع في مزاد وهمي ولا المذكرة بتاعتي؟ المذكرة بتتكلم عن حاجات كتير، ومع ذلك الحاجات دي مش جديدة وممكن تستمر الا اذا لو حضرتك حبيت تتدخل. يعني فوق لكلامك كويس. انا ما اقصدش حضرتك، اصل الحاجات دي مستمرة من زمان قبل ما حضرتك تيجي المينا، زي جرائم كتير حصلت قبل كده. جرائم؟ ايوه يا فندم، جرائم. تحب تراجع نفسك قبل ما افتح تحقيق؟ انا جيت لحضرتك عشان نفتح تحقيق. كده رئيس الشؤون القانونية يجيني والأستاذ رفعت الدياستي ما يروحش لما أعرف، وانت استنى برا. يوه ايه بس يا سيف بيه، ما قلتلك الست لا هي هنا ولا هي تحت، واني عامل ايه بس؟ الله، مين البيه بسلامته باين عليه في ورطي. خير الجهول يا ستي. ايوه يا سيف بيه، الحلوة وصلت اهي. ها في ايه؟ انيس وصبحي؟ سيف انا 100 مره قلت لك ما تحطش نفسك قصادهم، لكن اعمل ايه؟ الانزاحه كيف عندك؟ انا مش هكلم حد. عندك رفعت الدياستي. ايه؟ جابوا رجله هو كمان؟ لا فالح، فالح يا اخويا انت وهو. خلاص يا سيف، خلاص. سيبني افكر. خير في الله شر. خير، اعملي لي قهوه يا مساعد. حاضر. زي ماني قلت، حمار غبي هيودي نفسه في داهيه. بس محسوب عليك يا بنت الناس. محسوب عليا؟ ايوه، بيقولوا جوزي. وما تاخذنيش يعني، انتوا لسه خالصين من حكايه الهنم الكبيره. وما تاخذنيش كمان، انت اسم وفي السوق، لكن هو عمل ايه؟ سيبيني يا بيات، سيبيني دلوقتي. حاضر. ملقاش غير انيس اللي يحطني قصاده، ولا تكون عزيزه اللي مع انيس من الاول قصادي وانا مش شايفه؟ لا لا، مستحيل تكون عزيزه. انا شايف نستقبل بكره بهدوء عشان تبقى الحقيقه قدامك بدقه وتعرف قد ايه الواد اللي اسمه انيس ده. شوف يا رفعت، ان شاء الله التحقيق ده يستمر للصبح، هنكمله. ده باب انفتح ولازم نقفله كويس. وانت فاكر اللي حصل لحشاد قبل كده؟ واعتقد انه كان برضه نفس الولدين دول، بس مش دول اللي سببوا في شيل حشاد بيه. شوف انا واثق ان التحقيق ده هيكون لصالحك ضروري، بس نكمله. ماشي، بعدها لازم ياخدوا جزائهم كويس قدام الناس هنا، والا كل شيء هيسيب في المينا. اكيد يا رفعت، السيد الوزير قال نفس الكلام. معقوله يا ست الكل يبقى في ايدك الحل وتسيبي سيف كده يضيع ويغرق؟ ست الكل احنا في مركب واحده. يعني لو سيف ضاع هيضيعنا كلنا. انتوا اللي هتضيعوا مش انا. احنا يا تهاني. تهاني؟ تهاني حاف كده يا سيسي؟ خلاص لا، فوق فوق كويس قوي. ده انا تهاني هانم اللي بكلمه واحده مني وباشاره بجيب لك قرض من البنك وبخلص لك تراخيص الاداره ومصلحتك في المينا اللي معرفش وراها ايه بالظبط يا سيسي. ورق مضروب، غش، نصب. اللي يعرف الحاجات دي كويس قوي انتوا والشملول جوزي، وانتوا اللي لازم تدفعوا الثمن. طب اذا كان كده بقى ما كانش فيه داعي تستفيدي من ده كله زينا. استفيد؟ لا، الحق بقى تستاهلوا تتسجنوا فعلا، وانتوا الثلاثه. ثلاثه؟ يا نهار اخبار يا ست الكل، ده بلاطه، ده راجل ما يفهمش اي حاجه في البيزنس. وبعدين يا ست الكل انت قانونا بره العمليه خالص، انت زي الفل. طبعا. وعليا النعمه ما يرضيك ابدا ان احنا نروح في الكازوزه احنا وسيف. عارفه، عارفه اني لازم اتدخل عشان البيه جوزي، بس مش عشان انا خايفه يا حجاج. اهو كده، اهو كده يا ام قلب كبير يا اللي بمترق. عليا النعمه انا كل ما بشوفك بتمنى اكون واحده ست في جدعنتك وشهامتك. اشكر الهانم. انت مش سبق ورحت له المينا يا جمعه؟ الكلام ده كان بالنهار يا مستر جاد، الواحد كان بيلاقي ناس يسالهم، لكن دلوقتي امبوس وبل فيري ديفيكالت. مش هيعرف يروح يا عزيزه صدقيني، اصبري زمانه جاي. ازاي بس يا استاذ جاد، عمره ما اتاخر في المينا بالشكل ده. الله الله الله، سراوك وصل، واد الصحافه وصلت تبحث معنا عن الغائب. مساء الخير عليكم. يا مساء الفل. الله يسلمك. خد يا جمعه، طلع الشنطة دي فوق وقول لهم مشواره جاي. اوكي.
معلش يا استاذ جاد، عندي ماموريه في المينا ولما ارجع نتكلم. ايه ده يا رؤوف؟ انت رايح المينا؟ الف مبروك يا عزيزه، ومبروك على جد الصغير. الله يبارك فيك، بس بجد انت رايح المينا دلوقتي؟ اصل قبل كده غطيت موضوع للجورنال عن المينا ايام اللي اسمه حشاد، فاكره؟ ايوه. طب النهارده بقى في ايه؟ في شيء جديد تاني حصل، جالنا خبر عنه من جوه المينا. لغايه ما ركبت البولمان والتحقيق كان لسه بادئ، وقالوا هيستمر. يا رب بس الحق. هاجي معاك يا رؤوف. تروحي معاه فين يا عزيزه؟ اكيد اكيد، طالما في الموضوع ده يبقى انيس متاخر عشان كده. انيس مش ممكن يكون له علاقه باي انحراف يا عزيزه. لكن ممكن يكون مصدر ليهم. لو رحت يا انيس هيزعل اكيد. فعلا، خليك انت، ولو في شيء مهم هتصل بالقهوه يبلغوك. لا انا مش قادره استنى، بعدين قلبي مش مطمن. صبحي عزيزه، ايه اللي جابك؟ فين انيس؟ مالكو؟ انيس بخير، اللي وقع في مشكله البيج وزي الهانم. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رؤوف؟ من عندكم. المهم فين انيس دلوقتي؟ في التحقيق تاني. تحقيق ايه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ انا عايز افهم. صبرك بس، انا نسيت اوضه رئيس المينا. هي فين؟ هنا يا استاذ رؤوف. انيس عزيزه، انت ايه جابك؟ دهاني جت يا انيس. عزيزه، وانا اللي قلت مستحيل. اهي واقفه قدامك اهي تهاني. هي دي اخرتها يا تهاني؟ يجرجرك نصاب لحد هنا؟ كلب زي اللي قتلته انشراح؟ بنى عليها الغل، حامل وولادة وواقفة في الدكان. مستحيل تكوني انت اللي واقفة قصادي وسقاه. جيتي هنا غلب وقلق على الفار اللي اتجوزتيه. ان شاء الله تستريحي منه بقى. بيقولوا قط الباشا في الاخر يا ست الستات. لسه يا فندم برضه ما وصلتش. ما انا قلت لسعادتك ان الاتهامات مش سهله، وجوزها طرف اساسي. عموما انا هتصل بسعادتك بمجرد ما ينتهي التحقيق. لا لا طبعا، قبل ما يتحول على النيابه العامه. حاضر حاضر يا فندم، مع السلامه. لا مؤاخذة، مين ده اللي كان بيتكلم يا عدلي بيه؟ أستاذ رؤوف. رؤوف يا فندم، حضرتك مش مفروض تكون موجود أصلا. وزي ما سمعت، لما الموضوع يتحول على النيابة ساعتها الصحافة تقدر تقوم بدور. أصل الموضوع مش جديد عليا، ولو حبيت سعادتك أفيدك بمعلومات قديمة مهمة قبل ما تفيدني بالجديد. هاني هاني مع المستشار باكر توني يا فندم. خليهم يتفضلوا دلوقتي، اقدر اقول لك من غير ما ترد. لا اصلها مش غريبه عليا. ايه؟ وما فيش داعي اخرج، ما دام سعادتك مش هتكشف اي اسرار لاي حد فينا، انا او هم. رؤوف اتفضل يا هاني. مساء الخير يا عدلي. اتفضل يا سياده المستشار. ما تقلقيش يا تهاني، سيف متوصي عليه كويس. يا استاذ لو سمحت، يا تقعد ساكت يا اما تتفضل. ما عادش ينفع اتفضل خلاص بعد ما شرفه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ اقدر اعرف الاخ يبقى مين؟ صحافه. صحافه من اللي دمها تقيل يا باشا. يا تهاني هانم، حضور حضرتك مش مفيد باي شكل. طب ممكن حضرتك تسمح لنا الاول؟ يا سياده المستشار، اولا التحقيق اللي بيحصل ده تحقيق داخلي في الجهاز عندي ولم ينتهي، وبعد ما ينتهي مكانه في النيابه العامه اذا ثبت مبدئيا ضروره ابلاغ نيابه. يعني باختصار مفيش داعي لوجود صحفي او محامي دلوقتي، صح يا باشا؟ لا طبعا مش صح. فيما يتعلق بسيادتك فده ممكن، اما انا جاي دلوقتي ومعايا وقائع ثابته بتفيد التحقيق عندك يا عدل بيه، بخصوص الاولاد اللي كانت قبض عليهم ايام ثوره التصحيح. الله، ده احنا قدام قضيه سياسيه بقى من صفحه حوادث. بتكتب ايه؟ بتكتب ايه؟ خلاص بلاش، ولا تزعل يا عدل بيه. عدل بيه لو سمحت استنى انت يا استاذ. تهاني هانم لو سمحتي. لو سمحت انت، انا اللي عايزه اتكلم. يا عدلي بيه، الاستاذ اسمه رؤوف من حته عندنا من العطارين، واللي مبلغ في جوزي ومتهمه يبقى جوز اختي، والتاني صبحي يبقى ابن خالتي، كلهم عاملين مؤامره علينا، بينا مصايب، يعني الحكايه كلها مؤامره عاملينا هناك ضدي. لو الاستاذ سيف بريء يا هانم. بريء؟ طبعا بريء. ولو سمحت يا عدلي بيه، ما يصحش تسيب ناس زي دي تلفق تهم. محدش يقدر يلفق لحد تهم طول ما انا قاعد هنا يا هانم. هو لسه مطمن الباشا دلوقتي قدامي، الشهاده لله.
طب ممكن يا عادل بيه تضم الملف ده لملف التحقيق عندكم؟ على فكرة كل الأوراق اللي فيه بالصوابع ملفات أمن الدولة بخصوص الأولاد دول. لا 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 أرجوك ما تدخلنيش في السكة دي. خضيت عادل بيه كده يا متر. الزهر اللي بعتنا هنا بعتنا غلط، وانت كان المفروض يتقبض عليك معاهم مع صبحي والتاني. يلا بينا يا متر. جايبه معاكي ابن جرجس الصحفي عزيزه للدرجه دي قاعده ترتبي لاختك؟ حزجنك انت وهو يا صبحي، وبقى افتكر ده كويس قوي. اسمعي يا تهاني. صبحي سيبها يا صبحي. كده الموضوع يتحول بكره للنيابه العامه يا استاذ حشمت زي ما انت طالب. انا من حقي يا عدلي بيه. رفعت الولد الصحفي لسه مستني بره، وطي صوتك. انا ما بخافش من الصحفي. انا بخاف يا اخي. كل الناس تقدر تروح، مفيش اي شيء عن التحقيق ده يطلع بره لغايه ما تسلموا الاوراق للنيابه يا استاذ حشمت. اتفضل. ونشوفها بالخط العريض. جوز الهانم حرامي، جوز الهانم رئيس عصابه خطف وتزوير واوانطه، جوز الهانم في السجن، وفي الاخر كل الناس تهرب مني ويقفلوا الابواب في وشي والمحلين يتقفلوا، وكل ده بسببك. ايه اللي حصل عشان ده كله بقى؟ انا عايز اعرف. مش عارف، مش فاهم. تهاني محلاتك معاكي وفلوسك معاكي والطلاق في ايدك، عايزه تطلقي نتطلق. بعد ايه؟ بعد ما وصلنا للنيابه وكل ده بسببك وسبب الكلام التانيين اللي انا مش فاهمه بتهببه ايه؟ اعزمي يا تهاني، كلمي يا تهاني. كل حاجه كنت عارفاها يا تهاني. اخرس اخرس وسيبني دلوقتي. ايه؟ خايفه تحصلي عمتك وتحصليها في سجن الحضره؟ ما بالراحه عليها بقى يا بيه، وكفايه كده، الرحمه حلوه برضه. اخرس يا بنت غوري من قدامي. مش هغور، واني هنا وريني بقى هتعمل ايه واعمل ما بدالك. يا نهار يا نهار، يلا يا بنت، يلا يا بنت من هنا. اوعى ونسيبها معاها كده. بياض خدي بعضك وروحي. انت عارف لو الست دي جرى لها حاجه بسببك انا هجيب لك اللي ياكلك ني. مش هبت من قدامي. يلا يلا يلا. عاجبك كده؟ حصلت الخدامين كمان؟ عاجبك؟ سيف الليله دي ما تباتش هنا. بتطرديني؟ الليله دي. حاضر يا هانم. افتكرتني انا اللي مدبره كل ده. تتصوري يا ماما حتى لما شافت رؤوف جاي معايا افتكرته جاي عشان يفضحها في الجرايد. يا اختي تفتكر اللي تفتكره بقى. ورطت نفسها مع كلب زي عمتها. حرام عليك يا انيس، مش يمكن مش عارفه عمايله. لا عارفه يا عزيزه، وهي اللي مشغلاهم زي ما سمعت، هي الرئيسه اللي مشغلاهم. مشغلاهم؟ لا يا ماما، تهاني اتخدعت في الراجل ده مش اكتر. انت بتدافع عنها وهي اللي عايزه تدمرنا. انيس بلاش زعلك القديم منها ياثر عليك لغايه دلوقتي. شفتي شكلها والكلام صبحي تقول هتسجننا؟ قالت كده؟ كلام كلام يا ماما مش اكتر. وكلام ليه يا عزيزه؟ يا انيس يا انيس، رؤوف حضر معاكم التحقيق وقال انه في صالحكم. صالحنا؟ الولد دلوقتي معاهم مع الكبار ومحدش عارف ممكن يعملوا ايه، ولا حد عارف اختك تقدر تتفق مع معارفها لحد فين يا عزيزه؟ يعني ايه يا انيس؟ يعني ايه؟ يعني ممكن تتقلب الايه وتتسجنوا انتوا بدلهم؟ شوف ابنك يا عزيزه. انيس. ايوه يا صبحي، عرفت حاجه؟ ايوه، الورقه كانت تحول على النيابه العامه. طب كويس. لا مش كويس. ايه؟ لان حصلت مفاجاه وقفت ده. حشاد رجع يا انيس. انت قلت ايه؟ حشاد بيه لسه واصل مكتبه دلوقتي ومعاه قرار برجوعه، التاني كان منتدى. مستحيل. حشاد رجع تهاني. ايه؟ قلت ايه؟ حشاد رجع المينا وفي مكتبه دلوقتي، التاني شالوه. ربنا بيحبنا يا تهاني. وشفته يا سيف؟ شفته؟ لا يعني ايه؟ لسه ما رحتلوش؟ انت بتقول ايه؟ يا سيف انا مش هكلمه، انت بنفسك تروح له الاول، مفهوم؟ يلا يا اخي بسرعه بسرعه.
وكنت مرتبة نفسك من كله يا عزيزة حتى الصحافة. لكن ماليش ذنب بقى انك منحوسة. بياض انت يا بياض حضري الحمام. هسيب خبر لحجاج واجيلك حالا. ورد؟ لا ورد ايه؟ لا ده احنا لازم نعمل له حفلة كبيرة قوي. قشطة. اللي كانت المدام العربيه قالت. حاضر يا بيه. المعلم حجاج اتكلم من ساعه وزمانه جاي. لما يجي يقول له حصلني على المينا عند الاستاذ سيف جوز الهانم وقول له ان في اخبار حلوه قوي 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 يا ضبش. باشا راجع تاني مكانه وهينوره. عايده انا لازم اوصل المينا. مينا ايه بس يا عزيزه؟ استاذ جرجس. ايوه يا عزيزه. ده لسه طالع على المينا بس طمني. طمنك جرجس افندي. يا جرجس افندي شوف لي الدكتور تموم حالا. في ايه يا عم جاد؟ مالك يا هانم يا عزيزه؟ مالك يا هانم؟ ايه مالها؟ خير شريفه عزيزه؟ مهزازه عزيزه. في ايه بس؟ ما هي زي الفل اهي الحمد لله. الحوانم يموتوا كده عزيزه يموتوا وهم كويسين. بعد الشر عليك. بعد الشر عليك يا ملك هان. عجبك كلامها؟ روح بس حضرتك عنده الدكتور تموم بسرعة. بسرعة يلا. بقول لحضرتك ايه، تيجي نخش جوه في الأوضة عشان ترتاحي شوية. صافي هانم ماتت كده وهي على فطير ده بحر مش اشرب وكان الحرير من الهند. طيب طيب على مهلك بس انا بقول نخش جوه في الاوضه تمددي كده وتبقي مرتاحه. بالراحه بالراحه يا ملك هانم. جاد كان مظلوم وحيد وانا كنت سبت القصر عشوني. طيب ما تتعبيش نفسك بس في الكلام عشان نفسك. العمدة كان ظالم جاد وانا قطفت عليه وحبيته. طيب بس طمنيني الاول انت حاسه بايه دلوقتي؟ من فضلك افتح الدولاب عزيزه. اه صح افك عن هدومك اغيرها. لا 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 عزيزه افتحي الدولاب اليمين درفة اليمين وجيبي لي شكمجية حالا. شكمجية ليه؟ عزيزة من فضلك ضروري عشان خاطر جاد. من فضلك عزيزة. افتحيها عزيزة. اتفضلي اهي. ايوه افتحيها. طلعي الورق. الورق اهو. ايه ده؟ دي كمبيالات على الاستاذ جيت. ايه بس العمدة طلع مديون جت خبى عني وانا عارف. والمحل جت داين عشانكم عزيزة. لازم تساعدي عزيزة. انا بدي ايه؟ ياريت كان بايدي حاجة عاملها له. ياريت تيجي تشوف بنفسك. انا جيت لقيت عندهم اكتئاب زي ما يكونوا في معتقل. اول مرة يضحكوا. شوف بس مبتسم خالص. قول لي كنت معادين مطرحي مين يا اخو فرانكشتاين؟ لا انا سايب المكتب في باريس A1 افتح فرع هنا في مصر دلوقتي. لا بقول استنى لما اشوف اتجاه الريح ايه. ازاي تسلم اوراق مهمة زي دي للراجل ده من غير ما تصورها يا انيس؟ ما جاش في بالي رؤوف. رؤوف عنده حق. حتى لو ما كانش حشاد رجع، احنا اساسا ما كناش ضامنين النتيجة، يعني كان لازم يكون في ايدنا سلاح. يعني ايه؟ يعني كده خلاص؟ برجوع حشاد يبقى اكيد خسرنا المعركة دي يا انيس. لا يا صبحي، مفيش حاجة اسمها خلاص وخسرناها. أنا هفضل وراهم. يبقى لازم تقابل حشاد يا رؤوف. وفورا. مبروك يا سيف. مبروك ليا وللمينا والاسكندريه كلها على رجوعك يا باشا.
لا انا قصدي مبروك على الترقيه بتاعتك هنا. الله، الحته تعرف بسرعه كده يا باشا. يا ده انا هنا بقالي شهر، كان لازم اطمن على الناس اللي انا بحبهم وانت اولهم. بالمناسبه ازاي المدام؟ مدام؟ اوعى تكون طلقتك اوام يا غبي. بس انت عجبتني، عارف ليه؟ عرفت تستغل غيابي استغلال كويس قوي 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 قوي. لا ما تفهمنيش غلط، بالعكس انا مبسوط من اللي انت عملته. طلعت شاطر، يلا مش شاطر وبس، طلعت استاذ ورئيس قسم. ايوه بس سعادتك شكلك كده. قلنا ايه؟ قلنا ما تفهمنيش غلط. عشان تطمن يا حبيبي لحظة واحدة. ده الفايل بتاعك. ملف ايه ده؟ ملف القضية بتاعتك انت ورفعت الدياسطي. بس اطمن كده حفظت. بس حفظت عندي انا حبيبي. ادخل. اوعى تقولي مهنيين تاني، انا خلاص تعبت. ده صحفي يا فندم اسمه رؤوف جرجس. رؤوف جرجس؟ مش ده اللي ايوه يا فندم، هو بتاع المره اللي فاتت. قولي له مش فاضي، عندي لجان اجتماعات تيجي بعد اسبوع. حاضر يا فندم. تحب نرميه البحر قبل ما يوصل مصر؟ قولي بالحق، ايه اخبار عصابه العطارين؟ يا سيادتك لسه فاكرهم؟ طبعا، حجاج والسيسي زمانهم جايين دلوقتي. بالحق هسألك تاني، ايه اخبار تهاني؟ اهدى يا استاذ شهد، الاعمار بيد الله. ليه قلت لي بلاش ننقلها المستشفى؟ بتموت مالك، كانت بتموت. استاذ جاد، استاذ جاد تعالى كلمها بسرعه. عايزاني عايزاني ادخل اشوفها قصادي وهي بتموت، ده اللي انت عايزاه؟ بعد الشر يا استاذ جاد. لا كده كده حرام، كده مفيش رحمه. الدنيا من غير ملك، انا اخويا ما افتكرنيش غير بعد ما مات. جرى ايه بس؟ انت ليه بتقول الكلام ده؟ هو احنا برضو مش ولادك؟ وجد الصغير ده مش حفيدك؟ ايوه ايوه جد حفيدي. قولي لماما تنزل تجيب جد عشان اتشجع واخش بيه الملك تشوفه. دكتور طموح. ايه؟ ما تقوليش يا ابو رؤوف. السلام عليكم معلم قط. سلام ورحمه الله وبركاته. هو رؤوف ما ظهرش النهارده في القهوه؟ وراح لكم المينا النهارده من الصبح. ويمشي ليه بس قبل ما اتكلم معاه؟ بقول لك ايه يا نيس، تعال نوصل مكتب الصحه عشان نلحق ندفنها النهارده. هي ماتت؟ هي مين اللي ماتت؟ دي حاجه ما يعملهاش غير حشاد. بجد؟ متاكد يا سيف؟ يعني يعني هو حافظ التحقيق بجد؟ وانا انت بتقول كده عشان تريحني يا حبيبتي؟ بقول لك الملف كان في ايده، رماه قدامي، وقبل ما اقول له اي حاجه لقيته عارف ومذاكر كل حاجه بينا. يعني عارف ان انت جوزي؟ حبيبتي حشاد راجع بقاله شهر، وواضح انه طول المده دي كان بيسال ويتقص لغايه لما بقى عنده بيان كامل عن كل اللي حصل. عارف يا تهاني اللي حصل ده نور شيء مهم جدا قدامي، خلاني عرفت احنا محتاجين لبعض قد ايه. كان ناقص الاقي عزيزه لما الناس كلها حواليها هناك، عبد القط والفسخاني وبتاع الفراخ. كان ناقص يا عزيزه تجيبي لي العيال ويحدفوني بالطوب في المينا. ولا يهمك يا روح قلبي، هدفعهم تمن ده غالي قوي. انت؟ ايوه تهاني انا. يا سيف يا سيف، احنا مش في عركة كده في الحارة، ده مشوار صعب وحساب طويل. غداك جاهز يا بيه؟ لا يا مستعد، انا هتغدى مع الهانم. ستي طبعا هاكل لوحدي. امشي انت يا سيف، انت روح كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على
نزلت القاهرة وجيت. القاهرة؟ أيوه، واحد في أمن دولة صديق رئيس القسم بتاعنا في الجرنان، كنت لازم أوصل له. ليه؟ شكيت في حاجة وطلعت صح. الملف بتاعي من أيام التنظيم قدامه، مش كده؟ أيوه. وده معناه إيه؟ يعني مش تهاني زي ما تصورنا هي اللي رجعت حشاد أو لحقت جوزها، لا، الحسابات أكبر بكتير، والظاهر إن النظام لسه حاطط الموضوع ده في دماغه. يا رؤوف اللي أنت بتقوله ده، مفيش حاجة بتتحرك لوحدها. أكيد تهاني ليها يد في الموضوع ده. لا يا أنيس، هم ليهم ناس في المينا. مين يا صبحي؟ إيه اللي يخلي واحد زي سيف دلوقتي في المينا ويرجعه حشاد رغم ملفه الوسخ؟ الله، ما توطي صوتك شوية يا أنيس. بيقولوا داخلين على معركة، داخلين على حرب وعم حسن. ده إحنا داخلين على غرقة سودة. وصل وصل. بقول ايه يا ست الستات؟ معقولة كده برضو تقعدوا حشاد دي في المكان الغلط؟ اي مكان انت مش فيه اكيد هيبقى مكان غلط يا تاني. منور يا حشاد دي. على فكرة مكانك انا النهاردة موظفة بنفسي. اتفضل. مرسي. هنا. اتفضل يا باشا. انت عارف؟ الورد الاحمر ده انا جايبه لك بنفسي مخصوص. ما الورد يجيب الورد. مات. اتفضل. خد بالريقك على بال ما اعمل لك القهوه. قهوه يا بت. قهوه يا بت بياض. يلا بينا نروح بت، وحشتيني وحشيني قوي. لما اعرف الاول هي بتهبب ايه تحت مع الراجل اللي ظهر لها تاني ده. الراجل ده يا بت، بقولك ايه، انا حاسس ان ام السعد بتتصنت علينا. يا نهار يا نهار. ما تتفلق على كده بقى. الواد ده بعد ما وقع بينها وبين اهلها هيقعد ويدلد رجليه وكتلماه. ست انشراح، ربنا يفك سجنها. يا ما حذرتها من الراجل ده اللي اسمه حشاد. كانت نفعت نفسها انشرح دي الاول يا اخوي، ده هي اللي كارفة عليه. ايوه ايوه يا بنت بياض، ده انا متهيألي ان الجن اللي كان ساكن جوه انشراح سابها في سجنها وجه سكن جوه الست تهاني. انما قولي هي اختها التانية دي شكلها ايه؟ اقعد كده واحكيلي. دي لسه ما روحتش يا بياض. هنروح بينا نروح يا بياض، وانا في السكة احكيلك كل حاجة. هنروح. يعني ما وصلتش للنتيجة مع رؤوف؟ وصلت. لا فيش امل في حاجة. هو بقى كويس لما طلعناش احنا المتهمين للحرامية. كل ده عشان حشاد رجع؟ لا، ويمكن علشان اللي زي سيف ده هو اللي صح. صح؟ عشان اتجوز تهاني؟ لا، علشان زي تهاني. يبقى ما تقولش هو اللي صح. مفيش داعي نرجع للياس بسرعة زي ما عملت قبل كده. قبل كده؟ ايوه، ست اهلك وناسك عشان حكايه رجعت بعد كده تقول انها ما كانتش تستاهل منك كل ده. لتاني مره تلمحي الحكايه دي يا عزيزه. تهاني كانت مجرد وهم تافه وراح، مش باقي منه غير كابوس قاعد قدامك في الانفوش وقدامي في المينا. يبقى تسيب المينا نشوف شغله تانية. اسيب المينا؟ ايوه، اهو تبعد خالص عن سكه سيف. انا ما بقتش عارفه مين فيهم اللي ماشي ورا التاني، هو ولا تهاني. نبعد عنهم خالص احسن.
انا ليه ما اعملش مشروع هنا في الحته زي اللي كنت عاملينه قبل ما اجي؟ وهي مكافاه الخدمه هتنفع، ولو نجحت فيه هخليكي تسوي شركتك مع الاستاذ جاد وتستريحي بقى. استريح وفلوس الدكان تتحط باسم الواد ده جاد الصغير. مش عارف المصيبة يا أنيس، الدكان مفلس من قبل ما تفكر في مشاريعك. بقولي نكمل السهرة عندنا بقى بعد ما ريحنا المعلم ده. متهيالي احنا سهرنا بما فيه الكفاية وانبسطنا، الوقت متأخر قوي. ايه ده؟ ايه اللي بتسمعه ده؟ دي نغمة غريبة علي، ده مش صوت عروس البحر أبدا. عملت ايه في عروس البحر يا بقت كسولة قوي يا باشا وعقل قوي. معقولة؟ فين السهر؟ فين الجنون؟ فين أحلامك؟ بطلت تحلمي كمان؟ مين اللي سرق أحلام عروس البحر هل؟ طمن يا باشا، أحلامها عندنا. لا أمال عندي مين؟ قوليلي أنا في ودني. ولا حد. حشحش تعال نكمل السهرة عندك. الله الله، نغم موسيقى، هو ده صوت عروسة البحر الأصيل رجع تاني. تعرفي أرباح مكتبي في باريس وصلت كام لحد ما جيت هنا يا عروسة؟ كام يا سلطان الزمان؟ الله سلطان الزمان، بقالي كتير ما سمعتش الوصف الجميل ده. ده عروسة البحر بتغرد بتقول نغم ناون وسيكا وصب. طب قول بقى كام؟ على قد أحلامك هتكون أرباحي. يوه إلا ده، تعرف مهما تكون جمعت من إيه مش ممكن أبدا توصل لأحلامي. ياه. طب ممكن نعرف إيه بقى أحلامك بقى؟ لسه صاحبها ما زعرش. أهلا 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 أهلا، الحمد لله بالسلامة. أهلا هو بعيد. امال انت ازاي قلت انه عندي مت؟ لا 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 اعوذ بالله، ما قلتش كده بالظبط، ده انا كنت لسه هقول لها ان انت بسم الله ما شاء الله. اهو اهو بقيت كويس من زمان. بوم كنت فين؟ في مصر. في مصر ما سالتش عني؟ كنت خايف لجوزك يفهمني غلط. يعني كنت عارف اني اتجوزت زي حشاد. هو الاستاذ اي استاذ سيف شاب انما لقطه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني كنت عارف اني اتجوزت الشاب اللقطه ده، واكيد عرفت كمان ان عمتي قتلت جوزها واتسجنت ما سالتش تهاني. وطبعا عرفت اللي حشاد برفدوه ورجعوه تاني. الله 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 الله. ما عرفتش ان انا اتصلت بيك عشان اطمن عليك، وما عرفتش ان حشاد بيقل انك مت، ان ما تستاهلش اني افكر فيك. الزهر عامل كل ده عشان فاكر ان انا طمعانه في ثروتك. لا لا ده كتير بقى. الحقيقه انا ما كنتش اعرف ده كله، لكن كان ممكن اخمن لاني اعرف انه حشاد نبل. ليه كده بس يا بيدو؟ مالك ده؟ مفيش. عبد الله انت سببت التهاني بمفاجاه مش حلوه. لا حلوه الحمد لله على السلامه يا عبد القادر. تهاني بقى تهاني تتجوز الواد ده؟ ده انا كنت ادفنه بالحياه. ممكن افهم بقى؟ تفهم ايه؟ ايه حكايه الراجل ده؟ اول ما شفتيه جريت عليه بطريقه غريبه واتكلمت معاه بطريقه اغرب، في ايه؟ ايه ده؟ جرى ايه يا سيف؟ انت عايز تفهمني ان انت بتغير عليا ولا حاجه؟ يا تهاني انت عارفه انا بحبك قد ايه.
ميت مرة قلت لك ما بطئش أسمع الكلمة دي. ما بطئش تسمع كلمة بحبك؟ بحبك بحبك بايخة يا ابني يا ابني. اسألني في الأهم. قولي مين فيهم أهم، عبد القادر ولا حشاد؟ مين فيهم اللي يفيدنا أكتر الفترة الجاية؟ ومين فيهم يرمينا قبل التاني؟ صحيح الاتنين أصحاب بس مش شبه بعض. ولا بقى أنت كنت قاعد مبسوط كده وهما بيتمسخروا بيك الشاب اللقطة؟ أنا تهاني؟ إيه؟ ما كنتش واخد بالك ولا مش حاسس؟ يا تهاني أنت اللي عايزة كده، أنت اللي عايزاني أبقى كده. لا أنا مش عايزة حد ضعيف بيطاطي، على الأقل يا أخي قدام الناس. الو. انا اسف يا تهاني. تهاني انا شايف ان احنا نخلص احسن. ما تزعلش يا سيف، كل ده ومش عايزاني ازعل يا تهاني. يا سيف انت مش بتقولي لازم نتعاون؟ وبعدين الحكايه مش حكايه مطعم وسمك وحجاج وسيسي، لا الحكايه احلى واكبر من ده بكتير. مفروض نفكر مين اللي نحركهم، مين اللي نقعدهم، واحد زي عبد القادر ولا ندل زي حشاد؟ انت عارف ايه اللي خلى بتوع العطارين دول يتجرأوا ويلموا نفسهم هم وعزيزه ويقفوا قصادي؟ لاني لسه ما عملتش اللي يخوفهم مني واللي يخلوهم يفضلوا قاعدين هناك في العطارين وما يقربوش ناحيتي ابدا. يا تهاني انت عارفه انا قد ايه بحبك. مش بحبها. انت عارفه ان انا مستعد اعمل اي حاجه علشانك، بس انت اللي بتقلبي عليا مره واحده. المره دي لا،